وكل سنة طيبين. النهاردة 21 مارس عيد الأم، يا سلام. يعني برضو نترحم على علي ومصطفى أمين إن عملوا لنا هذه المناسبة الجميلة جدا، ونذكر بالخير كل مشايخنا اللي قالوا إن عيد الأم احتفال كويس جدا وحاجة جميلة جدا وليس فيه عليه أي غبار. كل سنة وانتم طيبين، ونتمنى أنكم تكونوا يعني في أسعد حال، وكل أم يا رب يكون ولادها زي ما هي عايزة إن شاء الله. يا ترى بقى لو سألت نفسك مين أحسن أم؟ هي إجابة واحدة، مفيش غيرها، أمي وأمك. أحسن أم في الحياة هي أمي وأمك. قاعد بيتكلم على والدته يحس إن هي أعظم أم. طبعا هي أعظم أم، طبعا هي أعظم أم. ولذلك مرة خدوني في مسابقة كده بين ستات مكافحات وبتاع، ونختار منهم أحسن. ما عرفتش أختار، كلهم كويسين. قلت لهم لا، أنا بره الحاجة دي، تقدرش تختار. الأمهات شيء صحيح، يعني مش عايز أقول كلامي ببايخ خاص بالعلاقات الزوجية ولا بتاع، لكن بتعرف ست اتجوزت وبعدين انفصلت وبدأت حياة جديدة أحلى 100 مرة من اللي كانت موجودة، ونفس الشيء بالنسبة للراجل وهكذا. لكن الأم صحيح هي حين تغيب بتغيب أشياء لا تعود أبدا أبدا. لكن أنا دايما بقول أن أنا كنتش بحب عيد الأم حتى والدتي عايشة. والحقيقة لست من أنصار أغنية فايز أحمد ست الحبايب يا حبيبة، ما بحبها بصراحة، أنا ما بحبهاش. لكن هي حاجات مهمة وجميلة، والاحتفال بالمناسبة مهم جدا، لأن رأيي أن الاحتفال بالأم يجب أن يكون دائما 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 يعني ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ما تونش لحظة. ليه؟ لأنه معروف أن أنت مهما عملت مش بتدي هذه السيدة الجميلة حقها في الرعاية. ولدته كرها وحملته كرها، مش كرها يعني كراهية، يعني في مشقة، يعني تعبت عشان الحكاية ديت. ومش بس كده، تفضل تحب وتحب وتحب، ومهما عمل مهما عمل الابن أو البنت في الأم أو في الحياة، هي دائما تحاول تساعده وتحاول تنقذه وتحاول تعمل وتحاول تعمل. فكل سنة وانتم طيبين، ونرجو ان احنا نحتفل بأمهاتنا الاحتفال اللي يليق بيهم، وكل واحد حسب ظروفه، اللي قادر يعمل واللي مش قادر عنده 100,000 حاجة يقدر يعملها.